الآن نستمع إلى دعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يخشاك، ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ميسر الأمور، يسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، وعافنا يا رحيم، وعف عنا يا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، تحت الجناد والطلاب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا.
اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سحيمة قلوبنا. اللهم أغننا بالحلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أبصارنا وأسماعنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا اللهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قاعلين لها إنك أنت الجواد الكريم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرجة، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يرشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا. أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك. اللهم إنا قد تولينا صوب شهرنا وقيامك على تقصير منا، وقد أدينا في حق فقليلا من كثير، فاللهم ارحمنا أجمعين، وحب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا لفعتك. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك،
وما أرفعك على من عملك، ما الذي سألك فحرمت، أو لجع إليك فأسلمت، أو هرب إليك فتردت. لا إله إلا الله، أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة. لقد